اهلا بحضراتكم من جديد. ضيفي ضيفكم النهارده واحد من نجوم الاهلي السابقين في حراسه المرمى، والاحلى من كده كمان هو خارج من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، دايما كان بيظهر في المناسبات القويه وفي البطولات القويه. شفناه في 2006 في كاس العالم وتحقيق الميداليه البرونزيه، وكان مشارك في كاس العالم. ايضا شفناه في البطوله الافريقيه وهو بيشارك امام القطن الكاميروني في 2008، هو كان حارس مرمى كبير ودلوقتي بيعمل في اكاديميه النادي الاهلي في الشيخ زايد ما شاء الله، وبرده ومحقق نجاحات. ضيفي ضيفكم النهارده الكابتن امير عبد الحميد، منورنا يا ميرو. حبيبي يا كابتن اسامه، انا سعيد جدا والله بيك، ويعني سعيد دايما ما اكون في بيتي في قناه النادي الاهلي، وان شاء الله بالتوفيق ليك، وانا سعيد ان انا معاك النهارده. حبيبي يا ميرو، عشره عمره. حبيبي يا كابتن اسامه والله. قول لي، يعني امير عبد الحميد طبعا بيعمل في اكاديميه النادي الاهلي، لكن قبل ما اتكلم بقى عن الاكاديميات، شفت النهارده مباراه الاهلي امام فيتا كلوب؟ اه طبعا، يعني الحمد لله كان ماتش مهم جدا بالنسبه لنا. احنا واخدين بطوله افريقيا ان شاء الله عشان نكمل باذن الله، ناخد العشره باذن الله. حصل عدم توفيق شويه في الماتش اللي فات والماتشات اللي قبل كده، ولكن الحمد لله النهارده كان التوفيق معانا. اللعيبه كلها كانت رجاله، كله كان مركز. مستر موسوماني كمان عمل تشكيل كويس جدا. اللعيبه كلها كانت مركزه. النهارده كان ماتش مهم، ان ده هيبقى دفعه كويسه جدا انك انت ان شاء الله باذن الله احنا ممكن ناخد اول مجموعه كمان ونكمل ان شاء الله. ان دي بطوله غاليه وبطوله مهمه، ما ينفعش النادي الاهلي يبقى خارج بطوله زي دي، وعلى اساس ان احنا ان شاء الله نكمل بقى ونلعب كاس العالم باذن الله ان شاء الله. شايف مستوى محمد الشناوي ازاي؟ خاصه ما شاء الله محمد الشناوي بيعيش يعني ازهى فتراته، سواء في البطوله التاسعه، سواء في بطوله كاس العالم للانديه السابقه اللي النادي الاهلي حقق فيها البرونزيه، وكمان دلوقتي ما شاء الله وهو دلوقتي اصبح كمان كابتن من كابتن النادي الاهلي. والله يا اسامه بص، انا بالنسبه لي محمد شناوي مش ان هو بس كاس العالم للانديه ولا بطوله افريقيا. شناوي بقاله فتره كبيره جدا مركز، بقاله اكتر من سنتين ثلاثه. استغل الفرص اللي جات له سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر، لعب كاس العالم. كان في مشكله طبعا ان الحضري كان بيلعب فتره كبيره جدا. ما كانش الناس ما كانش عندها ثقه في حد ان هو يلعب. شريف شارك، احمد الشناوي شارك على بعض الفترات بالنسبه لمنتخب مصر. بعد كده الشناوي لما خد في اخر ايام الحضري، ده كان بالنسبه له كانت فرصه كويسه جدا، قدر يمسك في الفرصه في النادي الاهلي بعد اصابات شريف وكده، قدر يمسك في فرصه تاني، ابتدى يبقى رقم واحد في النادي الاهلي. مركز كل الماتشات الحمد لله كان مركز فيها، بيتمرن بشكل كويس جدا، انا متابعه كمان وعلى اتصال دايما. ايه اللي اتغير في الشناوي؟ الشناوي طلع ومعاك وانتوا لسه، وهو لسه صغير. الشناوي كان الحارس رقم كام لما طلع معاكم؟ يعني كان معانا اعتقد اسامه كان رقم 4 أو 5، كنت انا والحضري وشريف واحمد عادل عبد المنعم، وهو كان هو رقم 5. كان رقم 5 كان بيتمرن بشكل كويس. لعب ماتش او ماتشين اعتقد مع في النادي الاهلي، ماتش ام بي تقريبا وماتش تاني بعد ما احنا كنا مريحين، وهو لعب ماتش مع الناشئين وبعض اللعيبه من الفريق الاول. لعب معانا، كان طالع برضه من ناشئين النادي الاهلي، ما كانش فيه فرصة ليه كويسة ان هو يشارك ويثبت نفسه، لكن كان خامة مبشرة من ناحية الستايل، من ناحية القوة البدنية بتاعته، التدريبات الكويسة اللي كان بيتمرنها معانا، الخبرات اللي كان بيستفادها مننا، ابتدى يلعب، لكن ما كانش فيه نصيب. شارك شوية في اعتقد في الحرس والجيش بتروجيت، خد خبرات شوية لما رجع النادي الاهلي. طبعا خد خبرات، ولما رجع النادي الاهلي رجع بقى بتركيز اقوى وبخبرات اعلى، لان هو ابتدى يلعب في الدوري ممتاز، خد خبرات مع بتروجيت ومع الجيش ومع الحرس، وبعد كده لما جه النادي الاهلي كان جاي بديل، ولكن هو كان عنده امل وكان عنده طموح ان هو يبقى رقم واحد. وده بالفعل اللي حصل، لان هو ما بيأس، وفي ميزه كويسه جدا او ميزتين، ان هو يعني عنده شخصيه، ولما بيغلط مش بيفرق معاه حاجه، ما بيفرقش معاه النقد، ودي حاجه كويسه جدا. عنده شخصيه النادي الاهلي بشكل ايجابي، ايجابي ازاي يطور النقطه اللي عنده، ايجابي وبيستفاد، واي حد بيقابله بيتكلم معاه بينصحه في حاجه معينه هو بيستفاد من ده. وماشي بشكل كويس بقاله اكتر من سنتين ثلاثه، فيعني ربنا يوفقه دايما يفضل كده على المستوى ده، وربنا يحفظه طبعا عشان الاصابات والحاجات دي كلها. انا شايف ان هو من اهم اللعيبه في النادي الاهلي ومن اهم اللعيبه في مصر. واستفاد خبراته بقى، عنده شخصيه، وعنده شخصيه النادي الاهلي من هو صغير، لكن زادت طبعا وزاد الحماس بتاعه. النهارده هو كابتن النادي الاهلي وحارس مرمى النادي الاهلي، هو بقى كابتن النادي الاهلي، اكيد في شخصيته، أكيد أكيد داخل الفرقه وحتى داخل الملعب كمان، اكيد عنده خلاص، هو كمان شارب الحته دي من النادي الاهلي. انت عارف يا كابتن اسامه اللي بيلعب في النادي الاهلي وبين النادي الاهلي بيبقى متعود وهو صغير ان هو يبقى قائد، وان هو يبقى عنده شخصيه بتاعه النادي الاهلي. ودي مش اي حد عنده شخصيه يدخل النادي الاهلي، والنادي الاهلي كمان لما بيجي يجيب لاعب
لازم بيجيب لاعب يكون عنده شخصية النادي الأهلي وهيفيد النادي الأهلي. فبالتالي الشناوي من الناس اللي كان عندها شخصية، ابتدى ياخد ثقة، ابتدى يبقى كابتن النادي الأهلي، مسؤول كبير، وزائد ده ان هو مسؤول ان هو بيمثل النادي الاهلي في حراسه المرمى، ودي حاجه قويه جدا. فربنا يوفقه وهو مركز بشكل كويس. اتمنى له التوفيق يا رب دايما ان شاء الله. واحنا بنتكلم عن الشناوي امير عبد الحميد، وكان جون كبير، لعبت في ظروف صعبه وكنت على نفس المستوى والاداء ونفس البطولات اللي كان النادي الاهلي بيحققها، واضفت يعني في حراسه المرمى النادي الاهلي. تقييم امير عبد الحميد لحراسه المرمى النادي الاهلي ازاي دلوقتي، خاصة ما شاء الله مع ميشيل يانكر مدرب حراس مرمى الأجنبي، شايف محمد الشناوي، شايف علي لطفي الحارس الثاني، شايف مصطفى شوبير ازاي، وكمان في عندنا الناشئ علاء حمزة. أنا شايف إن هما بيأدوا بشكل كويس، والراجل عامل يعني شغل كويس جدا جدا على المستوى النفسي وعلى المستوى الفني. وانا يمكن كمان اتكلمت مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، ان شاء الله راح اقعد معاه وهقعد معاه وهستفاد طبعا من خبرته. راجل ماشي بشكل كويس، عنده خبرات كويسه جدا، بيتعامل على العامل النفسي، شغله بسيط جدا، بيفوق اللاعب احنا يعني او يفوق الحارس. احنا عندنا في مدربين حراس مرمى في العالم او هنا في مصر، دايما كل واحد ليه شغله، كل واحد ليه طريقته، سواء بقى في الشغل التكتيك او في التدريبات بقى اللي هو الاحمال والاخر. لكن هو اللي انا شفته ان هو بيتعامل بشكل كويس، بسلاسه، شغله قليل، شغله كله مواقف لعب، وبالتالي على كمان على المستوى النفسي اعتقد ان هو ليه دور كبير. فبالتالي النهارده محمد الشناوي لما بيلعب، شفنا علي، شفنا مصطفى شوبير، انا شايف ان هم يعني عامل حاله كويسه جدا من بين الحراس. وان شاء الله اي واحد فيهم برضه لازم، وكمان مديهم ثقه ان اي واحد فيهم يبقى جاهز ان هو يلعب في اي وقت. وده بالفعل اللي حصل قبل كده، علي لعب فجأة النهارده، مصطفى شوبير شارك في الكاس وأدى بشكل كويس. فأنا شايف إن يعني الحراس مرمى على مستوى عالي من التركيز، وعلى المستوى النفسي كمان شايف إن في ارتباط بينهم بين المدرب كويس جدا، ودي حاجة كويسة ونادر جدا يا كابتن أسامة إنك أنت تلاقيها. مهمة جدا العلاقة، علاقة الحارس بالمدرب بتاعه. بالظبط. فأنا شايف إنه عامل شغل كويس جدا معاهم يعني. أكيد هنرجع للنادي الأهلي وهنتكلم عن كأس العالم للأندية، خاصة أنت كنت أحد اللاعبين المشاركين برضو في 2006، لكن عايز أروح لأكاديمية النادي الأهلي، كابتن أمير عبد الحميد مدير أكاديمية النادي الأهلي في فرع الشيخ زايد، يعني كلمنا عن العمل داخل الأكاديمية وأخبار المواهب إيه عندنا في الأكاديمية في فرع الشيخ زايد. والله يا كابتن أسامة يعني أنا على المستوى الشخصي استفدت كتير جدا على المستوى الفني وعلى المستوى الإداري. الحمد لله عملنا شغل كويس. يمكن أنا ابتديت المهمة من حوالي 3 سنين كان مع كابتن خالد بيبو، كان عامل مجهود كبير جدا، ودلوقتي الكابتن شطه بيكمل المسيره، وكابتن محمود صالح وكابتن حماده مرزوق والكباتن الكبار كابتن احمد عبد الباقي. فبالتالي احنا عندنا الحمد لله شغل كويس جدا، خصوصا في الشيخ زايد عاملين يعني شغل كويس، عندنا لعيبه كتير وموهوبه، حراس مرمى موهوبه. وبالتالي احنا في تناسق بيني وبين كابتن شطه، وفي تواصل بيني وبين كابتن خالد بيبو، ان احنا بنودي كل فتره مجموعه من الولاد في اعمار السنين مختلفه. عندنا لعيبه كويسه جدا، وبنامل ان شاء الله ان دول يبقوا مستقبل النادي الاهلي من خلالنا ومن خلال القطاع ان شاء الله باذن الله، يفيدوا القطاع وبعد كده يفيدوا الفريق الاول في المستقبل. الاعمار السنيه من كام في الاكاديميه في النادي الاهلي في الشيخ زايد؟ احنا عندنا من 2002 و3 و4 و5 دول بيبقوا مع بعض، عشان دول بيبقى السن الاكبر الاكبر، فبيبقوا قليلين العدد لحد سن 2016. فعندنا لعيبه كويسه في 2012 وفي 11 وفي 10 وفي 8 و7 و6 عندنا اولاد كويسين. عملنا كمان دوري باسم مؤمن زكريا طبعا. أيوة، ربنا يشفيه. انا عايز اكلمك عن مؤمن زكريا والدوره، يعني فكره رائعه كمان انكم تسموا البطوله باسم مؤمن زكريا ويكون موجود في الحفل الختامي، ده شيء جيد جدا. عملنا ده وكان يوم لطيف جدا، وكان بطوله كويسه جدا، الناس كلها اتبسطت، سواء اولياء الامور او الولاد الموجودين. عملنا شغل كويس جدا، كان بطوله كويسه جدا. ودايما بنعمل، انت عارف النادي الاهلي بيبقى دايما بيعمل اي حاجه جديده ويبقى هو المتفوق دايما. يمكن احنا كان كنا يعني قعدنا مع بعض كابتن شطه وكابتن خالد بيبو وكل المسؤولين في النادي، ان احنا عارفين ان كان في وقت كده القطاع الناشئين والقطاع هيوقف شويه. الدوريات اللي هي بتاعت الاكاديميات وقفت شويه، لكن احنا كنا مستمرين بنعمل ماتشات. عملنا دوري مؤمن زكريا الحمد لله، كان طلع بشكل كويس جدا والولاد استفادوا، وان شاء الله الفتره الجايه باذن الله هنبتدي ناخد الولاد المميزين نلعب مع القطاع، لان دي حاجه تبقى كويسه وتواصل بيننا وبين القطاع. دي النقطه بقى المهمه جدا،
يعني النهارده اكاديميه النادي الاهلي مش في الشيخ زايد بس، ده في كل المحافظات ما شاء الله. دلوقتي عندنا 16 فرع، فده مكان يعني بتقدر تطلع منه مواهب. هل النهارده عمليه التواصل ما بين الاكاديميه او الاكاديميات النادي الاهلي موجوده مع القطاع النهارده، مع المدير الفني الاجنبي، مع الكابتن شطه، مع الكابتن خالد بيبو، التواصل ده موجود في الاكاديميه؟ في تواصل يا كابتن اسامه. يمكن احنا كل اسبوع كل الافرع بتجينا، مثلا افرع المنصوره وشيخ ومدينه نصر والقطاميه، كل ده يعني احنا عاملين شغل كويس جدا. كل اسبوع بيروح حوالي 3-4 اكاديميات، بيقابلوا مثلا 4 اكاديميات تانيين وهكذا. الناس بتصعيد بتجينا، احنا بنروح بنعمل جو كويس جدا. ومش في زايد بس ولا مدينه نصر، احنا عندنا لعيبه كويسه جدا في المنصوره، عندنا في اسكندريه، في القطاميه، في حلوان، في الجزيره، فعندنا لعيبه كويسه جدا، قاعده كبيره جدا. بنقعد احنا بقى مع المديرين الافرع كلهم، مع كابتن شطه، بناخد الاولاد المميزين والكويسين، بنعمل ماتشات مع بعض. وبعدين بيبقى في تواصل بيننا وبين الكابتن خالد بيبو، ان هو بيشوف ناس، هو كده كده كان هو معانا وكان عارف بعض اللعيبه. فبالتالي بيبقى ده تنسيق كويس جدا، وده بيفيد الولاد وبيفيد النادي الاهلي. واحنا مستمرين ان شاء الله، هنخلص 30/4 باذن الله. ما كان خدناش اجازه، انت عارف موضوع كورونا كان موقف الدنيا شويه، ولكن الحمد لله الاولاد موجودين. في امور احترازيه وفنيه، وكل الاولاد مبسوطين مستمرين الحمد لله. فبالتالي احنا كل اسبوع او كل كام يوم بتيجي اكاديميات بنلعب مع بعض، وبنختار الاولاد المميزين الكويسين. هنبتدي ان شاء الله الاسبوع الجاي للقطاع الناشئين مع كابتن خالد بيه باذن الله. واحنا ان شاء الله هنكون برضو موجودين معاكم كاميرا الاشبال في المباراة الختامية إن شاء الله في دوري مؤمن زكريا، إن هو يستحق إن احنا نكون موجودين. مؤمن زكريا يعني ابن من أبناء النادي الأهلي، وأيضا يعني لاعب خرج من قطاع الناشئين وليه تاريخ كبير في النادي الأهلي. كابتن أمير، عايز أرجعك بقى زمان ورا. افتكر زمان قوي. لا أنت لسه أيامنا ولا مش عايزين نكبرك يعني، عايزين نفتكر بقى مع أمير عبد الحميد وذكرياته بقى، أول مرة دخل فيها النادي الأهلي في قطاع الناشئين. كنت اختبارات ولا بخمس كور ولا ب2 جنيه استماره. كان اخويا مجدي طبعا هو كان متولي الموضوع ده. ففوجئت ان هو جايب لي الاستماره، دخلت. حتى يمكن كابتن ابراهيم عبد الصمد كان معايا من يومين، كنت لسه بنفتكر هو اللي اختار كابتن ابراهيم. هو اللي اختارني. يمكن كان في نجوم كبار، كابتن ابراهيم عبد الصمد وكابتن شطه وكابتن اكرامي والدكتور مفتي والدكتور عمرو بن مجد، ناس كتير، وكابتن امين عرب، ناس كتير جدا كانت موجوده. فدخلت اختبار عادي، المفروض انت بتلعب الاختبارات ربع ساعه وربع او تقسيمه تقسيمتين. انا من اول كوره كابتن ابراهيم عبد الصمد قال لي تعالى. قعدت كده على جنب، قال لي استناني هنا. كان معايا طبعا احمد السعداني ويوسف شريف. دلوقتي طبعا اتجهوا اتجاه ثانيه. فانا كابتن ابراهيم عبد الصمد قعدني في مكان، قال لي ما تتحركش. فجي بعد كده الولاد اللي هم المفروض ان هم اختبارات ما وفقوش في الاختبارات، جم قعدوا جنبي. فكابتن ابراهيم عبد الصمد قال المجموعه دي تجينا السنه الجايه وكده، فانا مشيت معاهم. قال لي المجموعه دي، انا نسيت خالص ان هو قال لي ايه، اقعد هنا انت من الناس المميزه. مشيت. بعد كده كابتن عبد الصمد سال عليا. عم حارس جابني، قال له ده مشي. فجي كابتن عم حارس جالي على كوبري قصر النيل ونادالي وقال لي جاري. النادي مقلوب. جاري. نادالي وقال لي النادي المقلوب عليك. فرحت كابتن عبد الصمد زعق لي، قال لي مش انا قلت لك تقعد هنا ومش عارف ايه. قلت له، قالوا لي المجموعه دي تمشي. قال لي لا انت موجود معانا. مضيت مع مجمع الله يرحمه. بعد كده دخلت بقى في الجو بقى الماتشات مع الناس القديمه، وكملت بقى الناشئين كلهم لحد الفريق الاول الحمد لله. طب قول لنا، لا قبل ما اروح للفريق الاول، قول لي مين كان جيلك في الناشئين؟ ما شاء الله كنتوا فرقه، كان فرقه كبيره. احسبك معايا ولا احسبك؟ لا انا كنت بصعد معاك. انت بتصعد معانا. كان معايا احمد صلاح حسني، ابراهيم سعيد، ومحمد جوده، واسامه حسن، وبلال، وفضل لما طبعا فريق 80 مواليد 80 اتلغى صعدوا معانا. وكان معانا بعض اللعيبه ما كملوش، زي حماد ومنصور ووليد، ودول ما كملوش. ونصار، حسام كريم. الجيل ده بتاعنا، وكان معانا طبعا ابراهيم سعيد وجوده. الجيل ده الحمد لله كان جيل كويس جدا على مستوى الجمهوريه عامه. يعني احنا مسمعه في مصر كلها، كنا مسمعين. وحتى اسامه لما كنا بنيجي نلعب ماتشات اهلي وزمالك واسماعيلي ودوري الجمهوريه، كان في جمهور كتير جدا. وكانوا الناس مرشحه 4-5-6 لعيبه من الجيل بتاعنا الفريق الاول. وبالفعل صعدنا واحنا صغيرين قوي. يعني انا فاكر ان انا صعدت وانا عندي 14 سنه، وخدت بطوله مع النادي الاهلي وانا عندي 16 سنه. كان بطولة النخبة العربية في تونس.
نسيت احمد السيد ولا قلت احمد السيد؟ واحمد السيد ده ميسي. ميسي طبعا. ميسي ما انا بقول لك مش يعني في ناس كتير بس انا اكيد يعني مش عايز انسى حد. صعدنا وهاني سعيد لما صعدنا كلنا عملنا شغل كويس جدا سنه حاجه و90 98 وخدت بطوله انا مع النادي الاهلي وانا عندي 16 سنه. كان في مجموعتين، مجموعه بتلعب البن الاثيوبي هنا في بطوله افريقيا وقت تسوبل لما اتعمل فرقتين بالظبط، وفي بطوله النخبه في تونس. في تونس كنت انا موجود بقى مع كابتن مجدي طلبه وكابتن حسام ابراهيم، يعني كباتن كبار وكابتن سمير كمونه والحضري وكابتن رضا عبد العال، ناس كتير جدا كنت صغير انا ساعتها. فدي كانت بالنسبه لي يعني حاجه كبيره جدا ان انا اصلا بتمرن مع النجوم الكبار، ان انا اخد بطوله وتتحسب لي في التاريخ بتاعي وانا عندي 16 سنه. فدي حاجه كويسه جدا يعني بالنسبه لي. شايف الصور دي معانا، دي كانت بطوله دي كانت في 2001 2001 اعتقد ماتش سان داونز تقريبا. دي في البدايات دي. لا ده بطوله افريقيا. بطوله افريقيا. دي بطوله افريقيا. ولا ده استاد ايه؟ ده استاد رادس ده ولا ايه؟ استاد المنزه في رادس. المنزه. ده استاد المنزه في تونس، مباراه الترجي بتاعت سيد عفيز. بالظبط. فاكر البطوله دي؟ دي بطوله القطن الكاميروني. ابو غاب الله يرحمه طبعا. التيشيرت ده كنت انا الوحيد اللي عامله. وحتى كان معايا كريم تركي. دي مباراه القطن الكاميروني. دي القطن الكاميروني اللي هنا. كسبنا فيها 2-0. لعبت في كاس العالم الانديه برضه. لعبت 2006 و2008. و8 2008. 2006 عشان حققنا فيها البرونزيه. برونزيه كان الحضري اتعور ماتش انترناسيونالي ونزلت اخر ربع ساعه. وبعد كده لعبت الفاينل بقى. اللي هو ثلاث العالم الحمد لله كنت ولعبت ونمصاب والناس كلها. هي دي بص الصوره معانا هنا، دي برونزيه كاس العالم في 2006. انت عارف يا كابتن اسامه انا الماتش ده انا كنت مصاب قبليها بثلاث ايام، عندي مزق في الضمه ولعبت وانا مصاب، ولو بصيت في عيني الشمال واخد بوكس عالمي في الماتش في الاول وكملت برضه. لاني طبعا دي بطوله يعني كبيره والواحد يعني انت شفت النهارده محمد شريف راجل متعور وعمال يلعب ويكمل ويلعب، لان دي فرص بتبقى مش هتتعوض تاني. خصوصا انت بتمثل النادي الاهلي، اي ماتش لاي واحد ان يمثل النادي الاهلي ماتش كبير جدا. طبعا. لا وكمان انت النهارده انت كنت الحارس الثاني، فانت النهارده بتدخل في ظروف صعبه انك انت تكون مهيئ نفسيا وجاهز انك تلعب في بطوله الاكبر، ده شيء يعني يحسب ليك ويحسب بالزبط. كمان لحراسه المرمى النادي الاهلي وقتها. بالظبط. ويمكن كان معانا كابتن نادر السيد. وكان ساعتها مستر مانويل جوزيه بيعمل ايه بقى؟ احنا كنا ثلاثه. الحضري لو لعب انا وكابتن نادر كل واحد ماتشين احتياطي. لو انا لعبت يبقى الحضري ماتشين وكابتن نادر ماتشين، ولو كابتن نادر لعب انا ماتشين والحضري ماتشين احتياطي كده. كان الاحتياطي بس. فانا كان اخر ماتش لينا كان المقاولين العرب اعتقد هنا، وبعد كده في ماتش فريق من استراليا. ده اللي هو المفروض لو حصل حاجه للحضري انا هلعب. وانت عارف البطولات المجمعه بيبقى ثلاث حراس موجودين وال20 لاعب موجودين. فانا كان خلاص اول ماتش كسبنا فيه 2-0 في لافيو وبوتريكا، وبعد كده انا فضلت بقى انترناسيونالي فانا كنت موجود يعني بس مركز، المفروض ان اللي هيبقى موجود ده كابتن نادر. لقيت مستر مانويل جوزيه بعد الحضري متعور قال لي قوم سخن. سخنت ونزلت عشان كده الواحد بيبقى المناسبات اللي زي دي وان الواحد يمثل النادي الاهلي في اي ماتش دي حاجه كبيره جدا بالنسبه له، وكان ماتش مهم جدا وبطوله مهمه جدا للنادي. قول لنا الذكريات بقى، يعني الذكريات بتاعت الفريق الاول والمعسكرات والحاجات الحلوه اللي بتحصل داخل الكوره، قول لنا فكرنا كده. يعني انا كنت فاكر في اليابان. كان معانا الله يرحمه محمد عبد الوهاب واستاكوزا. الاثنين كانوا ما شاء الله. كان فاكر انت لما كانوا عاملين جو جامد جدا ومعاهم طبعا احمد السيد. طبعا. بعد كده الجيل اللي بعديه بقى معتز اينو. دخل وكان احمد عادل وكان احمد السيد برضه داخل معاهم. فاجواء بتبقى يعني مميزه جدا وفي المعسكرات، ويمكن الناس كتير جدا ما تعرفش الكواليس دي ان احنا يعني عارف اللي هو بيبقى فيه تركيز جامد وبيبقى فيه برضو بعض اللعيبه بتهدي الدنيا شويه بتروق الدنيا شويه في الحته الترفيهيه دي. بتبقى معسكرات حلوه جدا والواحد عمره ما ينساها. يعني انا يمكن لفيت لعبت في انديه كتير لكن ايام النادي الاهلي ايام النادي الاهلي ما بتتنسيش، ومعسكرات النادي الاهلي وكل يوم. يعني انا لحد النهارده انا فاكر كان عندي 10 سنين دخلت النادي ازاي وكنت لابس ايه وعم حارس جير ورايا ازاي، فبالتالي وكل الماتشات في الناشئين ومع الفريق الاول ومعسكرات. فدي كانت بتبقى معسكرات وايام وذكريات للتاريخ ليا ولاولادي لما يجوا يتفرجوا على الحاجات دي. وبطولات الحمد لله، فدي حاجه كويسه جدا يعني. تمام، استسمحك نروح لفاصل سريع وبعد الفاصل هعرف منك
ايه المباراه اللي ما ينساهاش امير عبد الحميد. تمام نروح لفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وبرحب بضيفي برضه كابتن امير عبد الحميد نجم الاهلي السابق. كابتن امير، كنت بسالك قبل الفاصل ايه المباراه اللي في حياتك اللي انت ما تنساهاش، لما بتسترجع كده شريط الذكريات وانت قاعد مبارياتك حتى في الناشئين مع الفريق الاول في البطولات، ايه المباراه اللي دايما تبقى عالقه في اذهان امير عبد الحميد؟ في مباراتين مهمين جدا برضو بالنسبه لي، كان ماتش القطن الكاميروني. هي بطوله كامله بس الماتش القطن الكاميروني اللي هنا واللي هناك. لان طبعا كان ماتش حاسم. دي كان اول مره تلعب فاينل افريقيا صح؟ كنت اول مره العب فاينل افريقيا. يمكن انا كنت في المناسبات قبل كده موجود يعني. انا بتكلم على المباراه النهائيه. هو القطن الكاميروني، وكان وفي برضو ثالث العالم لما رحنا كاس العالم للانديه كلوب امريكا، ده برضو كان من الماتشات اللي انا ما انساهاش ابدا. وماتشات في الناشئين برضو كانت دايما ماتشات الاهلي والزمالك والاسماعيلي، دي بالنسبه لي ماتشات ما اقدرش انساها يعني في الناشئين. واول ماتش ليا مع الفريق الاول كان المصري بورسعيد. المصري في بورسعيد او ماتش رسمي ليا مع النادي الاهلي كان سنه 99 2000. ده برضو من الماتشات اللي هي مهمه بالنسبه لي يعني. مين الشخصيه اللي في تاريخ امير عبد الحميد يعني بيدين لها بالفضل، اللي غيرت في شخصيتك، اللي قدرت تساعدك في فترات كبيره؟ في طبعا مدربين، الكابتن احمد ناجي برضو يعني. كابتن ناجي ليه دور كبير جدا لان هو كان معايا مرحله الناشئين. وبعد كده الفريق يعني كابتن ناجي كان بيمرنك في الناشئين. في الناشئين ولما طلع فريق اول كنت انت برضو معاه. طلعنا مع بعض مع الفريق الاول، فهو عارف امير كويس فاثر فيا كتير جدا. وفي الناشئين كابتن مروان عبد الصمد والكابتن خالد جد الله من الناس المهمه جدا، وكابتن محمود صالح من الناس المهمه جدا بالنسبه لي برضو، كابتن فوزي سكوتي. دول اثروا معايا في الناشئين، وكابتن مختار طبعا واحنا صغيرين اللي هو اهلوني كويس نفسيا وبدنيا وفنيا ان انا اطلع مع الفريق الاول. مستر جوزيه طبعا فرق معايا جدا برضو، من الناس المهمه جدا في حياتي. وعلى المستوى الشخصي طبعا اخويا مجدي طبعا هو اللي كان بيساعدني كتير، وكان بيتكلم معايا وكان بيقف جنبي بحيث ان انا اعرف اهميه النادي الاهلي، ان احنا من عيله اهلاويه اصلا من وانا صغير واهلي وابويا وامي كلهم اهلاويين والعيله كلها. بس يعني اكتر حد هو الكابتن احمد ناجي، عشان هو كان متابعني من الناشئين. ولما طلعنا الفريق الاول يمكن في موقف كمان، انا ما كنتش عارف كابتن ناجي زمان قوي وانا صغير. هو مع انه لعب في النادي الاهلي وكده، فكان عندي منتخب ناشئين، ففوجئت ان هو جالي، كان مسك في شارع الدخان وبعد كده مسك ناشئين. فجالي اتفرج عليك. لا هو جالي وعارف امير. جالي كنا في مكسب الاولمبي تقريبا معسكر ومنتخب ناشئين، وجالي واتكلم معايا وخرجني بره المعسكر واحنا اتغدينا، وقعد يحكي لي عن ظروفه وقعد يحكي لي عن حياته. وبعد كده قال لي انا شايف فيك يعني نفس مستقبل ان شاء الله، مستقبل ونفس شخصيتي ونفس اللي حصل لي في حياتي. وانا شايف ان انت فيك مستقبل مع في النادي الاهلي كبير. وفضل فعلا كان بيدافع عني وكان بيتكلم كويس جدا مع الصحفيين كويس، فبالتالي ده ساعدني جامد جدا، اداني ثقه كبيره جدا في نفسي وفي امكانياتي. ان انا كمان لما لعبت منتخبات ناشئين كتير مع المنتخب الاولمبي، و رحت منتخب مصر 2000 تقريبا مع جيرار جيلي وكابتن أنور سلامه، كنت صغير برضو كان عندي 19 سنه، فدي ده كل ده فرق معايا الحمد لله. وما شاء الله كابتن ناجي يعني في حراس المرمى تاريخ كبير طبعا، سواء كمان مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر، وايضا كمان دلوقتي في الوقت الحالي مع سموحه. ما شاء الله عامل شغل هايل. وانت بتتكلم عن المدربين اللي اثروا في حياتك، حته انتقال المدربين في الاكاديميه او طبعًا. في الاكاديميات او في قطاع الناشئين مهم جدا. النهارده عمليه انتقاء المدرب للولد الصغير انه اللي بيتعلم منه، الولد شايفه مثل وقدوه ليه، مهم جدا يا كابتن اسامه. وحلو قوي اللي انت قلته دوت، لان احنا عندنا احنا المديرين الافرع ومعانا كابتن شطه وكابتن خالد بيبو، احنا عندنا خبرات. فبالتالي المدرب لما بنيجي نختاره اصلا من البدايه خالص، بنختار مدرب يكون عنده شهادات كويسه، لاعب عنده خبرات. يمكن انا عندي في فرع الشيخ زايد عندي ناس كتير جدا لعبت في النادي الاهلي، وده مهم جدا. من ابناء النادي الاهلي طبعا بيبقى عارف يعني ايه الولد، يعرفه يعني ايه يبقى شخصيه النادي الاهلي، دايما يلعب على المكسب، على المستوى السلوكي يبقى ممتاز، فده بيفرق معاه جدا. بيجي بقى بننقل خبراتنا للمدرب، من المدرب بينقل الكلام ده للولد، واحنا كلنا مع بعض بقى. هو المدرب يبقى عنده خبرات، بيقول لي كابتن مثلا في ولد كذا عايزك تتابعه، فانا لو انا ما شفتوش اصلا، لو انا ما تابعتش، لان انا طبعا بتابع كل الامور الاداريه والفنيه في الاكاديميه فرع الشيخ زايد. فبالتالي بنيجي بقى نختار
من البدايه المدرب اللي عينه كويسه، وكمان احنا كمان ده بيساعدنا ان احنا نختار لعيبه كويسه، وده بالفعل الحمد لله فارق جدا جدا، وعندنا امكانيات لعيبه كويسه او في الاكاديميه. وزي ما قلت لك في البدايه ان احنا ده بيوصلنا ان احنا في تواصل بين الكابتن خالد بيبو في القطاع بالظبط، عندنا الحمد لله لعيبه كويسه راحت القطاع، وان شاء الله الفتره الجايه كمان هنعمل ماتشات مع القطاع المميزين، بحيث ان يبقى في فرصه للولد ان هو يروح القطاع. وانا بقول ان الولاد حظهم حلو الجيل ده، لان احنا ايامنا ما كانش فيه حاجه اسمها اكاديميه، كنت بتيجي من الشارع او من على على, على قطاع الناشئين على طول يعني. لو الاكاديميه كمان هو مكان مش لتعليم الفنيات بس، ده بالعكس، ده النهارده مكان اكيد فيه مدرب كويس يعني بتعلم فيه السلوكيات، تعلم فيه الفنيات، فده يعني شيء جيد. حته فكره الاكاديميات خلال الفتره دي، عايز اروح برضو لمحمد صلاح. محمد صلاح نجم مصري عالمي ايضا في النادي الاهلي تريزيجيه، ما شاء الله برضو ماشي بخطى ثابته. محمد صلاح وتريزيجيه يعني عاملين حالات في اكاديميات مصر كلها. تمام. محمد صلاح طبعا شايف الصوره دي بقى، واحنا بنتكلم عن محمد صلاح. دي كنا في منتخب مصر مع كابتن شوقي غريب. كان في تشيلسي هو. انا مش عارف جبت الصور دي منين. اي خدمه. اي حاجه هنا هتلاقي فيه مفاجآت كتيره. كان صلاح في تشيلسي وكنا عندنا معسكر مع المنتخب. واداني التيشيرت ده. ولسه محتفظ بيه. واداني روما برضو. وروما كمان كان بعته لي. على فكره يعني كان عندي معسكر مع النادي، مش فاكر كنت في انتاج او دجله مش فاكر، كلمني وبعت لي واحد صاحبه على الفندق. كان بعت تيشرتين، واحد ليا واحد لحمائي فماضي عليه، وكل التيشرتات اللي محمد صلاح لعب بيها عندي في الموجوده. فدي حاجه كويسه جدا، ده فخر لينا، رفع طموح اللعيبه وطموح اولياء الامور كمان، وطموحنا احنا وكل حاجه، رفع كل حاجه بصراحه. ربنا يحفظه ويحفظ كل اللعيبه اللي موجوده عندنا برده، ما انساش كوكا والنني وناس كتير جدا. طبعا. دول برده طالعين من اكاديميات قطاع الناشئين في الاهلي. بالظبط، في ناس من قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وفي ناس من الاكاديميات. وان صلاح طبعا وتريزيجيه فخر لينا، وكل اللعيبه النني وكل الناس، وكوكا وحجازي، كل مش عايز انسى حد، المحمدي، كل الناس اللي موجوده، و في لعيبه كتير موجوده بره في الاكاديميه. لما الاهلي بيكسب مباراه زي مثلا الزمالك النهائي الافريقي، زي كاس العالم، بتجيبوا اللعيبه وتقعدوا تتكلموا معاهم وتكلموهم عن الاهلي ومين اللي جاب الجون والسلوكيات والحاجات اللي بتحصل في المباريات. هو دلوقتي كابتن اسامه خلاص بقت الولاد عارفين، حافظين كل حاجه. احنا اصلا كده كده عاملين سيستم، لما يكون في ماتش مهم للنادي الاهلي، نهائي او ماتش مهم، بناخد اجازه اليوم ده عشان الولد يتفرج على اللعيبه اللي موجوده، ان اللعيبه دي قدوه ومثل ليهم. فبالتالي بقى خلاص بقى عارف، بيتفرج على قناه النادي الاهلي، بيتفرج على لعيبه النادي الاهلي، كل الماتش لازم يتابعه. حتى احنا الجيل بتاعنا مثلا الولاد، فوجئت ان هم بيبقوا عارفين كابتن امير وهم لسه صغيرين. بيعرفوني ازاي بقى؟ بيدخلوا يشوفوا القنوات، بيشوفوا الماتشات، بيشوفوا النت، بيدخلوا على يوتيوب يشوفوا مين كابتن امير اللي هو مدير الاكاديميه. الزمن اتغير بالظبط. احنا فبقيت بالتالي الولاد بيبقوا عارفين كل صغيره وكبيره. بيبقى تلاقي اللعيب نفسه في الاكاديميه عامل نفسه ستايل زي مثلا الشناوي، لا وزي اللعيبه بتاعتنا يعني، بتلاقي رابط الشوز بطريقه معينه زي مثلا حسين الشحات، الجول لابس بشكل معين زي الشناوي، بتلاقي مش عارف عامل بندانة عامله ازاي شبه مين. بقى الولد بقى عنده لعيب النادي الاهلي بقى هو قيمه بالنسبه له ومثل وقدوه بالنسبه له، فبالتالي دي حاجه بتبقى كويسه جدا. وبنعلم ده للولاد ان هو عشان تكبر وتبقى زي اللعيب المشهور ده، لازم على المستوى الشخصي تبقى مميز، على المستوى النفسي تبقى كويس، على المستوى الاخلاقي تبقى كويس، والفني ده لازم نعلمه وعلمه يعني ايه النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما فاعل مش رد فعل، النادي الاهلي دايما هو اللي بيكسب، دايما النادي الاهلي هو رقم واحد، دايما النادي الاهلي ما ينفعش يتعادل او يخسر. فبالتالي النهارده الولد لما بيجي يلعب ماتش بتلاقيه بيعيط في ماتش، حتى لو ماتش ودي، لما بيجي يلعب ماتشات بيعيط. فبساله انت بتعيط ليه؟ يقول لي عشان انا اتعادلت او النهارده انا خسرت. فدي حاجه كويسه جدا من اعلامها لولد وهو صغير، ابتدي تنمو بقى جواه ويعرف يعني ايه قيمه النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي، يلعب على المكسب دايما. فدي حاجات احنا بنعلمها للولد وهو صغير، بتفيده طبعا لما بيكبر ويبقى نجم كبير يعني. اخبار الكابتن شطه ايه معاكم في الاكاديميه؟ كابتن شطه ما شاء الله عامل مجهود كبير في اكاديميه النادي الاهلي، وكمان كان في اجتماع امبارح لجنه التخطيط مع الادارات في النادي الاهلي، الكابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين، وكان الكابتن امير توفيق مدير التسويق، كان الكابتن فتحي مبروك لجنه اكتشاف المواهب، وكان ايضا الكابتن شطه
مدير أكاديمية النادي الأهلي كان موجود في الاجتماع علشان الرؤية المستقبلية وعلشان كمان افتتاح فروع أخرى للنادي الأهلي في المحافظات. دي حاجة كويسة جدا. انت عارف طبعا النادي الأهلي سباق دايما في كل حاجة، وطبعا ببارك ليا وليك والنادي الأهلي على فرع جديد في نادي جديد في الأقصر. دي حاجة كويسة جدا، يعني حاجة كبيرة جدا وحاجة قوية جدا بالنسبة لنا. بتمنى التوفيق للنادي الأهلي. طبعا عندنا في الأكاديميات عندنا أفرع كتيرة جدا في كل محافظات مصر. كابتن شط عامل مجهود كبير، بيكمل مجهود كابتن خالد بيبو وكل المدربين اللي كانوا موجودين ماسكين قبل كده. فدي حاجة كويسة جدا ان انت النهاردة بيبقى في اجتماع مع لجنة التخطيط، مع رئيس قطاع الناشئين، مع مدير الأكاديميات. فدي حاجة كويسة جدا التواصل، لان في الأول وفي الآخر احنا بنخدم النادي ونشوف الأصلح للنادي الأهلي في كل المناسبات وفي كل حاجة عايزين ناخد خطوة فيها. فدي حاجة كويسة جدا. كابتن شطة بصراحة عامل مجهود كبير وعنده سلاسة ولذيذ جدا قوي قوي، وخصوصا ان هو مربينا وكان معنا في ناشئين. وكنت بفكره على فكرة، فاكر ما كنا في ألمانيا مع بعض كنا بنضحك، كان معسكر ألمانيا، كان كنت معانا سيد صح فاكر كان معسكر لذيذ، وهو دايما يعني بصراحة على المستوى الأخلاقي كويس جدا وكوميدي جدا بيضحكنا. عنده خبرة كبيرة جدا، عنده رؤية كويسة جدا. وكابتن خالد بيبو طبعا نفس القصة. فبالتالي دي حاجه كويسه جدا، وان شاء الله انا بكن عند حسن ظن كابتن شطه ان شاء الله في الفتره ان شاء الله انت قدها ودودها. كابتن امير، عايز اروح بس المؤمن زكريا، الدوره بتاعت مؤمن زكريا والمباراه النهائيه احتمال تكون في الشيخ زايد صح ولا تكون في فرع مدينه نصر؟ البطوله في كل الفروع. عملنا احنا في مدينه نصر، احنا معانا دلوقتي دي لقطات هنا يعني ده البانر بتاع مؤمن زكريا والاعلان عن الدوره الداخليه اللي هتكون باسمه، وهو اللي هيسلم الجوائز ونقول له ان شاء الله تكون موجود، يعني مش في تسلم الجواز، لا تكون موجود ان شاء الله في الملاعب مره اخرى وترجع مؤمن زكريا اللي بيصول ويقول ويمتع الناس كلها. مؤمن طبعا نجم كبير بتمنى له ان شاء الله كده ان هو ربنا يشفيه ويرجع تاني. مؤمن كمان بالمواقف اللي كان بيفكرني بيها، مؤمن كنا في ماتشات بنلعبها كان دايما مؤمن ماسك ايديا وانا بنزل العب في الماتشات. مؤمن كان من ناشئين النادي الاهلي، ناشئين كان لؤي، وكان حتى طاهر انا فوجئت ان باباه كان قابلني بالصدفه وقال لي نفس القصه. كان من الناس من ضمن اللعيبه. فمؤمن طبعا قيمه كبيره، خصوصا ان انا كمان لعبت معاه في المصري وقيمته جوه الملعب وقيمته بره الملعب. ده اللي انت كنت بتقوله يا كابتن امير، بتقول ان اللعيب بيبقى قدوه ونموذج للناشئين الصغيرين. بالظبط، مؤمن زكريا كان كده وهو موجود في الملعب. بالظبط، انت عندك النهارده الولاد، كل الولاد دي لما بتجيب جول بتعمل حركه مؤمن زكريا. الولاد بالنسبه لهم لعيب النادي الاهلي ده بيبقى قيمه كبيره ومثل ليهم، فبيقلدوه دايما. فمؤمن يعني قيمه كبيره جدا، وعلى المستوى الشخصي بالنسبه لي كمان، يمكن احنا كنا قاعدين في شقه واحده او في بيت واحد واحنا بنلعب في بورسعيد. فليه ذكريات، ولما كنا بنعمل عمره مع بعض فليه ذكريات بالنسبه لي مهمه جدا. البطوله دي بطوله مهمه، يمكن بداناها في مدينه نصر وكانت عامله برضو يعني رد فعل كويس جدا مع الولاد ومع اولياء الامور وكل المسؤولين. وبعد كده عملناها عندنا في الشيخ زايد برضو الحمد لله. يعني الولاد مبسوطين جدا، ومؤمن يعني ان شاء الله كده يرجع ويتصور مع الولاد دول، لان هم اكيد مستنيينه واحنا كلنا مستنيينه. فبطوله كويسه وبطوله مهمه جدا، وظهرت كمان مواهب كتيره سواء بقى في المنصوره، في اسكندريه، في القطاميه، كل مدينه نصر. مجهود كبير مبذول طبعا من كابتن شطه والمسؤولين والكباتن طبعا اللي موجودين، بيعملوا مجهود كبير جدا. الحمد لله ان هي طلعت بشكل كويس، وان شاء الله بنستمر عليها ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. وانا الفتره اللي فاتت كلمت مؤمن زكريا، كان في حوار بيني وبينه كده بكلمه بطمن عليه. الحمد لله لقيت صوته يعني مبسوط وكله طاقه ايجابيه، وقال لي ان شاء الله الاهلي، يعني كنت ببارك له على بروزيت كاس العالم، وقال لي ان شاء الله الاهلي حال 10، والمره الجايه بقى مش هكون موجود بسلم الكاس، قال لي ان شاء الله اكون موجود في الملعب بلعب ان شاء الله. قلت له ان شاء الله وتكون موجود وتنور ملاعب مره اخرى مؤمن وترجع بالسلامه. تسمحك اروح بقى الفاصل، وبعد الفاصل عايز اسالك سؤال مهم جدا. تمام. مين الحارس مرمى اللي بيعجب امير عبد الحميد في الدوري الممتاز؟ ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن امير، كنت بسالك قبل الفاصل عن الدوري الممتاز، بتتابع الدوري الممتاز طبعا؟ طبعا. مين الحراس اللي بيلفتوا نظر امير وهو بيتفرج على مباراه الدوري الممتاز؟
في حراس طبعا بيأدوا بشكل كويس، بس انا شايف اللي هو في استمراريه في اللعب واستمراريه في المستوى واستمراريه في التركيز. انا اعتقد محمد الشناوي هو رقم واحد اعتقد، بيأدي بشكل كويس جدا، و يعني مهمته كبيره جدا سواء مع النادي او مع المنتخب، فانا شايف ان هو من العناصر المهمه جدا، ومن افضل يعني مش من افضل، ده هو افضل حارس مرمى في مصر دلوقتي موجود. لكن النهارده شفنا طبعا على فترات كان ابو جبل وجنش، النهارده بنشوف عامر في سيراميكا، شفنا شويه شريف كرومي، يعني اهم حاجه عبد المنصف كمان بيأدي بشكل كويس. طبعا بتكلم على الاستمراريه دي اهم ما في الموضوع، عشان تقيم حد يا كابتن اسامه لازم تقيم حد ان هو يفضل فتره كبيره جدا يلعب ويبقى مستمر. الاستمراريه دي في ايه؟ مش ان انا العب بس، الاستمراريه دي ان انا العب، واستمراريه ان انا احافظ على تركيزي واحافظ على شغلي اللي انا بقديه مع النادي، لان هو طبعا حارس المرمى ده بيبقى دوره مهم جدا، لازم تستمر وتفضل على المستوى ده فتره كبيره جدا. انت النهارده الشناوي هو الوحيد اللي مستمر انه بيلعب، وهو الوحيد المستمر كمستوى، وخصوصا مع المنتخب كمان بيأدي بشكل كويس. انا عاجبني فيه ان هو التركيز مع النادي، هو التركيز مع المنتخب. خلي بالك كان ليه هدف، بالرغم ان هو يعني كان بعيد شويه عن منتخب مصر، لكن دايما لما كان بيطلع يتكلم يقول لك انا ليا هدف ان انا العب كاس عالم روسيا. تمام. وخد الفرصه جات له وقت مباراه البرتغال. تمام. ولعب وما شاء الله ثبت اقدامه في مباراه صعبه جدا، وكان هو الموجود الحارس الاساسي في كاس العالم. بص يا كابتن اسامه، هو طبعا الظروف بتفرق مع اللاعب. اولا شغل لما كان معانا كان ظروف صعبه، لان هو كان يعني رقم 4 أو 5، كانت فرصه صعبه. النهارده لما ابتدى يعني راح كذا نادي وخد خبرات ورجع النادي الاهلي لعب بشكل كويس. تمام. جاله فتره برضو البطوله العربيه اللي كانت هنا، كانت في ناس بتقول لك هو بعيد شويه مش عارف ايه، لكن هو بعديها ابتدى يفوق، ابتدى يلعب، خد اول ماتش ليه اعتقد اسماعيلي، بعد كده الزمالك، ابتدى خلاص بقى ياخد الثقه. في نفس الوقت الظروف اللي انا بقول عليها ان الحضري كان وجوده كان صعب انك حد تلاقيه كتير، والاستمراريه تبقى كانت في صالحه هو. ابتدى هو يلعب في الاونه الاخيره، هو عنده ثقه في نفسه، ولما بيغلط عادي ما عندوش مشكله خالص، وبيلم نفسه بسرعه، والانفعالي ده كويس جدا من هو صغير على فكره. واي نقد بالنسبه له لو شاف ان هو هيضر بيبعد عنه، لو هيفيده بيسمع للناس. ابتدى يشتغل على نفسه، وهو عنده الموهبه، عنده الامكانيات والشخصيه ان هو يبقى رقم واحد. ابتدى يلعب بقى خلاص كاس العالم ولعب، الكلام ده كله كان هدف ليه من البدايه، اولا انه يرجع النادي الاهلي بعد ما مشي من النادي الاهلي وراح كذا نادي، فكان هدفه انه يرجع النادي الاهلي. لما جه النادي الاهلي هدفه يلعب كاس العالم وانه يبقى رقم واحد، وده بالفعل يحسب له لان هو بذل مجهود كبير، طور من نفسه كتير جدا. فانا شايف ان هو يعني اعتقد ان هو من ابرز الناس اللي موجوده، او احسن الناس اللي موجوده في مصر دلوقتي من حراس المرمى. خلي بالك احكي لك على موقف، يعني كان موسيماني قاله لي بصفه شخصيه في كاس العالم للانديه واحنا موجودين، كنت موجود مع البعثه، وهو بيتكلم عن محمد الشناوي ودوره القيادي. موسيماني لما دخل في مباراه الاهلي والزمالك في المباراه النهائيه اوضه اللبس ما بين الشوطين، وكانت النتيجه 1-1، موسيماني مش هو اللي كلم اللعيبه بين الشوطين، خلى محمد الشناوي كابتن هو اللي يكلم اللعيبه. وكان راي موسيماني وقتها ان محمد الشناوي هو اكتر واحد هيقدر يوصل احساس كمدير فني او منه هو للعيبه بتاعته، علشان دوره القياده. عشان كده محمد الشناوي ما شاء الله نضج في الحته دي، فرقت معاه بشكل كبير، وده ظهرت كمان في كاس العالم للانديه. يعني واحنا كنا قريبين من الفرقه هناك شايفينه دوره القياده، وبيكلم اللعيبه ويحمس اللعيبه واللاعب اللي بيغلط ويشد اللعيبه ازاي، وظهرت كمان بعد مباراة بايرن ميونخ واحنا بنلعب المباراة الفاينل امام بطل البرازيل. والنهارده كمان يا اسامه في الماتش انت لو شفت ال 90 دقيقة، 90 دقيقة بيوجه ناس، 90 دقيقة بيكلمهم ان احنا النهارده ماتش مهم. وفي المؤتمر الصحفي اتكلم قال لك ان احنا بنعهد الناس ان شاء الله نبقى كل رجالة ونلعب بشخصية النادي الاهلي، وده اللي فرق معانا النهارده. شخصية النادي الاهلي بتبان في المواقف الكبيرة. قبل كده برضو قبل بطوله افريقيا قال لك انا بوعد الناس ان شاء الله نجيب بطوله غاليه للنادي، وهنكون رجاله ونهدي البطوله لمؤمن زكريا وجمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي وكل الناس المسؤوله. حصل امبارح كان في المؤتمر الصحفي اتكلم جامد جدا، والنهارده 90 دقيقه بيوجه الناس. وانا عارف كويس قوي ان هو كمان في ميزه ان هو محبوب
مؤدب، ما عندوش حته الكبرياء ولا الغرور، فده ساعد والناس بتحبه. ولو في اي شده بسيطه في الملعب بتلاقي محمد الشناوي هو بيتكلم، وده دوره النهارده. انت عندك ماتش النهارده، بتكلم يا كابتن اسامه في ماتش النهائي افريقيا بين اهلي وزمالك، متعادل وعايز تاخد البطوله، ماتش مهم. فبالتالي ما يجي مستر موسيماني هيتكلم في الحاجات الفنيه ممكن حاجه بسيطه، لكن الحماس ويعني ايه قيمه النادي الاهلي ان انت توصل النهائي وتاخد بطوله، خصوصا النادي الاهلي يعني نقول في اوحش حالته وصل النهائي ما كسبش. الحاجه برده الثانيه اللي اتطور فيها بشكل كبير، وانت طبعا هتفهم فيها في امور الفنيه بالنسبه لحراسه المرمى، حته التحرك، تمركز، بدايه الهجمه من تحت بالرجل. تمام. كانت النهارده دي ما كانتش موجوده زمان في حراسه المرمى، ان تلاقي حارس مرمى بيلعب برجله من تحت ويحضر الهجمه وكانه لاعب. دي اتطورت بشكل كبير في محمد الشناوي دلوقتي. بص يا اسامه، كل جيل وكل فتره ليها تكتيك معين وليها نظام معين واسلوب اللعب. النهارده اسلوب اللعب النهارده بتتكلم في ان لا الجول بقى لازم يشتغل برجله كويس جدا. النهارده بيلعب بشكل كويس وخلي بالك ده باين في علي لطفي لما بيلعب، وباين في الشناوي لما بيلعب، وباين في مصطفى شوبير، لان ده طبعا شغل المدرب حراس مرمى ومستر موسيماني. فبالتالي النهارده من الحاجات اتطورت في محمد شناوي امكانياته البدنيه كويسه، بيلعب برجله كويس، فبالتالي الحمد لله هو نضج بشكل كبير بقى خلاص، يعني بقى خبره كبيره جدا، بقى عنصر مهم جدا جدا في النادي الاهلي. اتمنى يا رب ان هو يفضل يستمر على ده، وانا متاكد ان شاء الله هيستمر على ده، وربنا يحفظه طبعا من الاصابات ان شاء الله. شايف مين افضل حارس في العالم؟ نوير طبعا. نوير. من غير تفكير. آه. من غير تفكير، ان هو يعني قليل جدا لما تلاقي حراس المرمى الالمان موهوبين. طبعا في المانيا عامه بتطلع حراس مرمى مميزين، اوليفر كان وليمان تقريبا او حاجه كده، حاجه ثانيه خالص. ده موهوب وبيمتعك. هو اصلا بيمتع نفسه وهو بيلعب، وبعدين بيمتع المشاهد وهو بيلعب. النهارده زمايله مش عارفين احنا ورانا حاجه، سد مستحيل تدخل فينا جوال. النهارده بيصد برجله، بيصد بايده، بيعمل حاجات ما بيألفش بس بيمتع بها الناس. تمام. وبيلعب الصح، فبقى انت النهارده برضه ده ناضج واحسن، عشان كده افضل حارس في العالم يعني. شايف موسيماني ازاي مع النادي الاهلي؟ موسيماني ما شاء الله مع النادي الاهلي ببطوله التاسعه، بياخد كاس مصر، برونزيه كاس العالم، ماشي الحمد لله بخطى ثابته مع النادي الاهلي. شايف موسيماني ازاي؟ وكانت فكره تعاقد الاهلي مع موسيماني كانت فكره يعني مميزه جدا، مميزه بالنسبه للناس، مميزه جدا. موسيماني طبعا خبره كبيره جدا. وعنده خبرات كمان في افريقيا، راح كاس العالم للانديه مع سان داونز، خد بطوله افريقيا مع سان داونز، عارف قيمه النادي الاهلي، عارف لعيبه النادي الاهلي. انت لعيبه النادي الاهلي النهارده معروفه في العالم وفي افريقيا معروفين. فبالتالي النهارده لما جه كانت حاجه كويسه جدا من مجلس اداره، كانت خطيبه ومجلس اداره والناس المسؤوله ان هم يجيبوا حد، لان انت خلي بالك في فتره قليله انت صعب ان تجيب حد لسه هيبتدي يتعرف على اللعيبه. فتره صعبه. هو بالتالي هو في صن داونز عارف مين اللعيبه اللي موجوده، وعارف الاسلوب اللعيبه عامل ازاي، فجاي في وقت قليل جدا، ده اللي ساعده. طبعا ما ننساش طبعا كابتن سعد الحفيظ وكابتن سامي قمصان، اكيد ليهم دور في ان هو برده يعرفه على اللعيبه اللي هي الثانيه، لان هو عارف بعض اللعيبه. وفي نفس الوقت النهارده جه خد افريقيا وخد وخد كاس مصر، والنهارده كاس العالم الانديه ثالث العالم. فانا شايف ان هو ماشي بشكل كويس جدا. انا مفيش داعي ان الناس، ما اعرفش ليه ان هم كانوا بيخبطوا فيه الفتره، ان الناس تعرف في مصر هنا بعض الناس بيحسبوا بالقطعه. النهارده اتعادلنا بالقطعه خالص. وخلي بالك يا اسامه برضو، انت النهارده انت كنت بتلعب مين النهارده؟ فيتا كلوب صح؟ الماتش اللي فات كنت بتلعب مين؟ فيتا كلوب. هي نفس الفرق. هي نفس الفرق. التوفيق. المباراه اللي فاتت النهارده، لو النهارده انت كسبت فيتا كلوب هنا 2-3، ما حدش هيتكلم على موسيماني. أيوة. لكن التعادل الناس بتتكلم كتير، الناس عايزه توقع النادي الاهلي. النادي الاهلي عمره ما بيقع، واحنا عندنا كجمهور وكمسؤولين عندنا ثقه في الجهاز الفني، راجل عنده خبرات، شايف ان دي خطوه كانت كويسه جدا جدا ان النادي الاهلي يتعاقد معاه. ولسه كمان المستقبل جاي باذن الله معاه، ولما ياخد يعني اكتر ماتشات وبطولات تاني اكيد هيبقى له دور مهم، لانه عنده خبره كبيره جدا. تمام. فدي كانت حاجه كويسه من مجلس الاداره. وانت بتتكلم عن المستقبل، اخيرا يا كابتن امير، انت كنت من الجيل اللي كسب بطوله افريقيا في 2005 و2006. تمام. سنتين ورا بعض. تمام. ايه اللي النادي الاهلي يعني، او لعيبه النادي الاهلي، او النصيحه اللي كابتن امير عبد الحميد يقدمها لعيبه النادي الاهلي علشان يقدروا يحافظوا على البطوله السنه دي؟ انت حققت التاسعه، فايه اللي مطلوب من اللعيبه عشان تاخد البطوله العشره، خاصه انت مريت بالموقف ده؟ تمام. خدنا البطوله في 2005
والحمد لله ربنا اكرمنا وقتها بعدها البطوله اللي بعدها في 2006. انت عارف يا كابتن اسامه النادي الاهلي دايما بيلعب على تتويج وبيلعب على البطولات. فالنهارده ما ينفعش النادي الاهلي يدخل بطوله وما ياخدهاش. النهارده احنا عايزين نحافظ على البطوله. البدايه كانت النهارده انا شايف ان اللعيبه كانت شكلها كويس جدا، اللعيبه كانت مهمه جدا. مستر موسيماني كان عامل كمان خطه كويسه جدا، كل لعيبه بلا استثناء. الروح الكبيره اللي كانت بره كمان الناس اللي موجوده، فانا شايف ان دي خطوه كويسه مهمه جدا بحيث ان احنا ان شاء الله ناخد اللقب العاشر باذن الله. وده يعني دور اللعيبه، وعندنا ثقه كبيره جدا في اللعيبه، عندنا امكانيات لعيبه مهمه جدا، عندنا في كل مركز 2-3 عندنا النهارده مجلس يعني جهاز فني على اعلى مستوى، جمهور عظيم بيساند النادي، مجلس اداره كابتن خطيب ومجلس اداره، وده من واحنا صغيرين عارفين يا كابتن اسامه والناس ده ما تعرفوش ان يعني كابتن خطيب وكابتن حسن حمدي وكابتن صالح سليم اللي هو على ايامي انا لما كنت موجود، لما يكون في دروب للفريق بتلاقي الكباتن الكبار كابتن خطيب وموجودين بيشيلوا الضغط العصبي جامد جدا عن اللعيبه، لكن في البطولات والتتويج ما بتشوفهمش طبعا. تمام، بيسيب الفرحه للعيبه، بيسيب الفرحه للجمهور. فالنهارده ده دور مهم جدا ان انت النهارده في ضغط على اللعيبه فبتشال كل ده. وكابتن خطيب كان في اجتماع واتكلم مع اللعيبه وقال لهم ان احنا عندنا ثقه فيكم وانتوا اللي جبتونا بطوله افريقيا وانتوا اللي هتخلونا نكمل كمان ان شاء الله ناخد العشره باذن الله ونستمر في التتويج. فانا شايف ان دي حاجه كويسه جدا، وشايف ان البدايه كانت النهارده ان انت ان شاء الله باذن الله ناخد خطوه ونبتدي صفحه. ماتش النهارده اتقفل خلاص، نبتدي بقى نبص على الدوري، نبص بقى في افريقيا لان احنا هناخد مركز اول ان شاء الله وناخد افريقيا باذن الله. مش عايز الناس تقلق، مش عايز الناس تبقى مثلا تحاسب مسلماني بالقطعه. انا شايف ان الراجل ماشي كويس جدا، شايف اللعيبه ماشيه كويس جدا، بتحصل دروب لتعب جهاد لعيبه، اصابات لعيبه، ده وارد. الناس لازم تفهم ده لان انت النهارده مش تشكيل مش ثابت، انت كل ماتش عندك موسم طويل في ظروف ومتغيرات، لكن الحمد لله انت ماشي في الخط والسكه بتاعتك. كابتن امير شرفتنا ونورتنا واستمتعت بالحوار معاك، والوقت عدى بسرعه. حبيبي يا كابتن اسامه انا بتمنى لك التوفيق، وكنت سعيد جدا ان انا معاك النهارده، وبتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله دايما. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا. بشكر ضيفي امير الحراس الكابتن امير عبد الحميد مدير اكاديميه النادي الاهلي فرع الشيخ زايد، بنتمنى له ان شاء الله كل التوفيق خلال الفتره القادمه. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا، اشوف حضراتكم على الف خير الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده من الاشباك.